فاجأتنا ردودها. ايه يا جماعة؟ ايه كنتي بتطلعي تعملوا ايه؟ ضحكوني معاكوا دايما. ليه كده؟ ليه بيطول؟ ليه بتجيبوا الكلام؟ ليه الفضايح صار؟ ولا اعرف لغايه دلوقتي، انا كنت هتجنن يوميها. انتوا عرفتوا الكلام ده بقى؟ صقر حكى لكم الحكايه دي ولا مصادر سريه ما نقدر نبوح فيها؟ لا تكن اخر من يعلم. الاثنين 11 بتوقيت السعوديه على NBC One.